اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. كل عام وحضراتكم بخير. هالأيام الحلوة والعيد وأجازة العيد وعيد الأضحى المبارك ولحمة العيد وزحمة اللحمة، فإحنا قلنا النهاردة وبكرة مع بعض لنا مفاجأة. دوري إن أنا أساعدك في المطبخ وأديك فرصة تجهزي شقتك وبيتك للأولاد وكمان الضيوف، وكمان هنعايد على بعضينا وجبران الخاطر والمعايدة. فقلت أعمل جوانح الفراخ النهاردة بالثوم والليمون. أنا شخصياً بحبها، بحب الفص اللي هو في الجناح بتاع الفرخة بيتعمل بثوم وزيت وليمون من المطبخ اللبناني. إخواننا الشوام بيحبوه كده قوي، بتقدم طبق مقبلات. ممكن تعملها مع الباربيكيو، ممكن تعملها مع الكاتشب. فهنشرح إزاي نستغل جوانح الفراخ نعملها بطريقة جديدة. معايا النهارده طاجن الفول بالطماطم. ايه الفول؟ صايمين فاطرين، عندنا لحمه عندنا فراخ، طبق الفول ما نستغناش عنه. شيف المغازي النهارده هيعمله بطريقه جديده، طاجن الفول بالطماطم والكزبره الخضراء. هتسيبي كل حاجه على السفره وتركزي معاه، هو معيش بلدي. المفاجاه بقى الفراوله. اي نعم مش موجوده في السوق، بس للامانه النهارده سميت بسم الله لقيتها موجوده، فراوله طازه زي الفل. عايز اعمل ايس كريم فراوله. انا متفق مع حضراتكم كل اسبوع معانا نوعين ثلاث انواع من الفواكه نقدر نعملها ايس كريم. هخليكي تعملي اي فواكه نفسك فيها بطريقه ايس كريم لطيفه وجميله، طعم الفانيليا طعم الشوكولاته، احنا مع بعض لان الجو حر ومحتاج الايس كريم. مش عايز اطول حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بخير. بنستعد للحمه العيد والفته والحاجات الجميله، وعايز اقول لحضراتكم للامانه ويا رب عاده ما تتقطع على شاشه القناه الاولى، دايما لنا مفاجات في العيد هتشوفها مع بعض، مش عايز احرقها باذن الله تعالى. ولكن بكره لنا مفاجاه كبيره قوي اللي هو يوم الوقفه باذن الله، وكل عام وحضراتكم بخير. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نستغل جوانح الفراخ اللي انت محوشاها في الديب فريزر. جبت فرختين مره، خدت الجوانح شلتيها، هتروح على الفرارجي اديني كيلو جوانح فراخ. والله العظيم احلى حته في الفرخه انا بحبها، سواء كريسبي سواء مشويه سواء مسحبه، سواء ان احنا نعملها دلوقتي مع التوم والليمون. المقادير على الشاشه. استاذ رحاب، جوانح فراخ في متناول الجميع، ومعانا توم وعصير ليمون، توم وعصير ليمون وزيت زيتون وزبده وشويه دبس الرمان بس، وملح وفلفل، ومش هنكتر توابل كتيره لان دبس الرمان ما بيحبش الزحمه، عايز يطلع بشخصيته اللي هو دبس الرمان، لا يحب الكمون ولا يحب التوابل ولا القرفه ولا الحاجات دي كلها، فهو طعمه لوحده كفيل في ان هو يظهر شخصيته. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه في طاسه على النار فيها زيت شديد الحراره بيسخن معايا. هناخد الجوانح دي كده بشياكه نهندبها، يعني نقطعها نصين، حته زياده نشيلها واحنا مع بعض كده وندردش. جوانح الفراخ من الحاجات اللطيفه الجميله اللي هي المميزه للفرخه، وده مناب، ده مناب حلو قوي، واكل على فكره في المطبخ الغربي والاجانب يحبوها جدا، نوع من انواع المقبلات، تتعمل مع الباربيكيو صوص، تتعمل بالثوم والليمون، تتعمل بالكاتشب، تشويها وتقدميها مع اي نوع من انواع الصوصات اللي انت حباها زي ما انت عايزها. تتعمل كريسب تبقى لطيفه وجميله. شويه دول حلوين، كميه حلوه اهي تكفي. التقطيعه دي لازم عنها طبعا. وبعدين انت بتحوشيها مثلا او بتشتريها من عند الراجل الفرارجي، تاخديها تغسليها في البيت. ميزتها ان هي ما فيهاش زفاره. والليمون ده عايزينه معاها. وتعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. زي ما هي كده يا عم الشيف، اول اللقطه باخدها في بوله، ولا خلينا في كسروله كبيره عشان التفاصيل تبان معانا، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ادي كسروله، بنحط الجوانح دي كده مع الليمون، بنحط عليها شويه ثوم طازه، معلقة دبس الرمان صغيرة، والباقي هنستفيد بيه برضه زي الفل. بصلية ناعمة صغيرة، سنة شبت صغيرة، الله عليك يا عم الشيف، شوية الملح التمام، والنشا بتاعي الله. نمسك الفراخ دي نقلبها كده من تحت لفوق، بسم الله الرحمن الرحيم.
بالخلطة دي. وعندي زيت شديد الحرارة. خلي بالك عندك أطفال صغيرة ما يخشوا المطبخ خالص دلوقتي. أتأكد إن النشا دام مع الفراخ بالشكل ده كده. واخد الجوانح دي أسقطها في قلب الزيت. يلا مع السلامة. مع السلامة والقلب داعي لك. التحميرة الحلوة دي كده زي ما هي. بعدين بكون مجهز الميريني بتاعها اللي هو دبس الرمان، عصير ليمون، زبدة، يغلى على النار زي ما أنا شغال كده. وبعدين مش هتقف في المطبخ كتير، انت مش مطلوب من حضرتك دلوقتي يا ست الكل، يا امي، يا ست الحبايب، يا غاليه، يا طيبه، تقف في المطبخ كتير لان عندك التزامات تانية. هو ده الكلام. شفت السؤال بقى؟ شفت السؤال اللي جالنا من الكنترول؟ قال لك ليه يا شيف مغازي حطيت ليمون في الزيت؟ الزيت ده انا محمر فيه قبل كده بطاطس، محمره فيه قبل كده بتنجان، محمرة فيه قبل كده قرنبيط، مش هيترمي الزيت. وجود الليمون بيفصل الطعم بتاع الزيت وبيهيئه طبعا، وبيغير من طعمه. مش بيغير من طعمه الحاجة مش كويسة، بيغير الحاجة اللي كانت متحمرة فيه قبل كده. شيلنا البلانشة. حلوة زي الفل. خلاص سيبها تستوي مع بعضيها. تعالوا نجهز الصوص او المارينيه بتاع الفراخ او جوانح الفراخ. دبس الرمان معانا اهو، ده دبس الرمان زي ما هو كده اهو. حلو اهو. بنحط على دبس الرمان ده يا عم الشيف عصير ليمون. بنحط بعد عصير الليمون يا عم الشيف شويه ثوم طازه. شفت كل حاجة على النار لازم تشتغل بنفس المدرسة دي. ده توم طازة اهو، وشوية كزبرة، ونقلب بالشكل ده كده. وللأمانة معلقة فلفلة حلوة، تحط ملح على الجوانح في التتبيلة، فارفع ايدك من الملح هنا. هنحط للأمانة شوية فلفل اسود بس. تاني عملت ايه يا عم الشيف هنا عشان دي مهمه؟ دبس الرمان، توم وعصير ليمون، شويه كزبره خضراء، وشويه فلفل، وقلبتهم مع بعض. حلوه. اخبار الفراخ ايه؟ نبص عليها بصه جاهزه كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ شفت اللون الاشقر ده؟ اللون الذهبي ده؟ زي ما هي كده. نجيب الصينيه من الفرن. في صينيه في الفرن درجه حرارتها عاليه جدا معانا اهي. تعالي يا حلو. الله، زي ما هي هنا كده. بناخد الجوانح دي كده من هنا، تحط هنا. شفت المدرسة ديت عينيا؟ شفت المدرسة اللي احنا شغالين بيها ديت؟ اهو. لازم بنفس التكنيك اللي انا شغال بيها دي. الزيت ده ملوش عوزة. ناخد التوابل بتاعتنا الحلوة دي كده. يلا. الصورة الحلوة دي فين؟ فين الصورة الحلوة دي؟ حبايبي الأساتذة. زي ما هي كده يا عم الشيف بنوزعها وندخلها الفرن. عملت شوية جوانح لو لفيت العالم كله مش هتلاقيهم بالطعم ده من إيدك الحلوة يا ست الكل. معلقة النشا اللي أنا حطيتها مع الجوانح بتاعت الفراخ بتعمل شخصية للمارينية والصوص اللي هيخش الفرن دلوقتي. يلا بينا، يلا بينا. افتح يا سمسم. آدي جوانح الفراخ زي ما هي كده. خلي بالك دي سخنة، لا تتعوري. داخلين على عيد يا ست الكل اهي. بص عليها كده النظرة الحلوة، والصورة تعني مليون كلمة.
على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ قافل ولا ما قافلش؟ قافل هو ده. ما تشوف الجوانح كده مخرجنا، إيه الحلاوة دي؟ جوانح الفراخ اللطيفة دي كده قبل ما أطلعها غزلها عكسها. جوانح الفراخ جيبها لي. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ جاهزة. خلصنا خلاص. إيه الحلاوة دي؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ يلا هو ده، طلعها من النار يلا عشان يخش الفول مكانها. جوانح الفراخ اهي، دي عايزه شويه رز ابيض، الاطفال يحبوها مع الرز الابيض، او مكرونه سباكيتي معموله بالزبده، او رز بشعريه، او شويه فريك.